السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا عايز أعمل تحليل لسريان الهواء بغرفة معينة، هل ممكن أعملها بالريفت؟ طيب، تحليل سريان الهواء أو الماء أو الحاجات دي، كل ده اسمه سي اف دي، تمام؟ طيب الريفت ما فيهوش إن أنت تعمل سي اف دي، بس هو بيعمل لك الموديل اللي تقدر تدخله على أحد البرامج المتخصصة تروح مطلع لك الموضوع سي اف دي أوتوماتيك، تمام؟ طيب يعني زي ايه؟ زي مثلا في اوتوديسك سي اف دي اهوت، ده الشكل بتاعه اهوت اهو، الفلويد دايناميك سيموليشن اهوت، دي الصور بتاعته بالشكل دوت. طيب زي ايه تاني؟ زي برنامج اسمه انسيس، ده اقوى من اوتوديسك سي اف دي، هتلاقي ابحاث كتير معموله بيه وشركات معموله بيه وتقارير معموله بيه اكتر من اوتوديسك سي اف دي، بس اوتوديسك سي اف دي اسهل، تمام. وبرنامج ديزاين بيلدر، ديزاين بيلدر احنا شرحنا جزء كبير منه في قناه بيم اريبيا، وتقدر تستعين بيه، وفي جزء كبير قوي في موضوع سي اف دي، تمام. الثلاث برامج دول اقدر ابني الموديل فيهم؟ اه تقدر، بس هياخد منك وقت كتير جدا جدا، اكتر بكتير من لو اخذت الموديل جاهز من اي برامج من برامج البيم زي الريفت. فانت بتعمل الموديل على الريفت او الاركيكاد او اي برنامج، وتصدره لبرنامج من البرامج بتاع السي اف دي، سواء الثلاثه اللي انا قلتهم، او لو تعرف اكتر يا ريت تكتب لنا في الكومنتات ونشوفهم ان شاء الله.